مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع تاني فقرة في حلقتنا النهاردة، وهي فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال ضيفنا النهاردة اللي معانا عبر ماسنجر، أستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. بصبح على حضرتك أستاذ محمود. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك معانا. هنبدأ يعني تحليل حضرتك الصحفي مع أول منشطتنا، بداية مع اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري، واجه الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، كمان بما يساعد على تحقيق استغلال أو الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد. عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري، بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذلك الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع. يعني هبدأ مع حضرتك أستاذ محمود بهذا المنشط طبعا، وأهمية اجتماع سيادة الرئيس وتوجيه سيادة الرئيس بنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع العسكري. بص، في البداية خلينا نتكلم على فكرة ومصطلح التوطين في الاقتصاد وفي الصناعة وفي المجال العسكري. كلمة التوطين دي جاية من كلمة وطن، يعني أنا ببحث أو أن أنا مهم بالنسبة لي كدولة أن أنا أوطن تكنولوجيا الصناعات العسكرية في مصر. ما أقدرش أن أنا أتكلم على فكرة التوطين لصناعة معينة إلا إذا توفرت لدي كل الإمكانيات والقدرات اللي أنا تؤهلني لتوطين هذه الصناعة. وده بالضبط يمكن مفسر في التقرير، أن مصر لديها من القدرات والخبرات العسكرية ما يؤهلها لتوطين أياً كان من الصناعات اللي تخص المجالات العسكرية. يمكن احنا عارفين أن التكنولوجيا مرتبطة بجميع وكافة المجالات وخاصة الصناعة. يمكن مصر طبقاً للتقارير الدولية Global Firepower احنا رقم 12 في ترتيب الجيوش العالمية، وده في حد ذاته يمكن يخلينا ان احنا نتجه نحو توطين مثل هذه الصناعات وخاصة الصناعات التكنولوجية العسكرية في مصر، وتصبح تحمل الشعار المصري. يمكن مصر خلال السنوات الماضية، يمكن عارفين دولة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم جدا بعملية رفع كفاءة الجيش المصري، عملية التسليح، عملية دعم القطاعات العسكرية سواء كان بحرا أو جوا أو أرضا. يمكن احنا خلال عامين احتضننا معرض إيدكس للمنظومات الدفاعية، ويمكن ده كان حدث من الأحداث أو الفعاليات العالمية اللي مصر احتضنتهم خلال السنوات 2019 و2020، يمكن توقفنا بعد جائحة كورونا. فكل هذه الأمور يمكن جميعنا يعلم ما هي إمكانيات الجيش المصري، وبالتالي يمكن مسألة التوطين هي كلمة حاضرة دائما في خطابات ولقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص كافة الصناعات وكافة المجالات. لأن مسألة توطين صناعة، فأنت في ذات الوقت البيئة لديك مهيئة كاملة لهذه الصناعة، القدرات البشرية لديك متوفرة بشكل كبير جدا لمساعدتك على تنفيذ هدف التوطين لهذه الصناعة. وبالتالي يمكن هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمة الواحد مرتقي فيها اكتمال لسلسلة طويلة من الإنجازات للدولة المصرية خلال السنوات الماضية في عملية الاتجاه لعملية توطين كل المجالات التي صحيح. تصب في تقوية مفهوم القوة الدولة الشاملة. نعم،
طيب هروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا واجتماع آخر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصة أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الأسكندرية، لا سيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وكذلك أعمال الصرف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري. نتكلم مع حضرتك طبعا يا أستاذ محمود بشكل تفصيلي عن أيضا هذا اللقاء واهتمام الرئيس ومتابعته للموقف التنفيذي لتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والأسكندرية. خليني أقول لك مثلا الأحياء اللي تخص منطقة شرق القاهرة، زي ما يعني الدولة بتعمل حي عين شمس، حي المطرية، حي المرج، كل هذه الأحياء يمكن مصنفة من الأحياء اللي هي عشوائية وشعبية وليس لديها أي نوع من التنظيم نتيجة للتراكمات والأمور اللي كانت بتحدث في العهود السابقة. ما كانش فيها عملية تنظيم أو رقابة أو حاسيب أو رقيب يحد من عملية العشوائية العمرانية اللي تمت في هذه المنطقة يمكن أو في هذه المناطق. يمكن إحنا عارفين مشروع حياة كريمة وهدفه في محافظات لتغيير وجه الريف المصري، يمكن القاهرة ليست من المحافظات اللي مشمولة بحياة كريمة، ولكن تعاني من مشاكل لا تقل عن المشاكل اللي موجودة في ملف حياة كريمة، وإن كانت هذه المشاكل يعني مرتبطة بكل هذه القطاعات، مرتبطة بالصرف الصحي، مرتبطة بالكهرباء، مرتبطة بالخدمات، مرتبطة بالبنية التحتية، مرتبطة بالمراكز الخدمية، مرتبطة بعملية البناء العشوائي في بعض المناطق وبعض البيوت، مرتبطة بعملية التسبب في الاختناق المروري في بعض المناطق اللي بيتطلب من الدولة عملية توسيع الطرق وعملية تهيئتها من البداية. يمكن اللي حاصل في الأحياء، ويمكن احنا شفنا برضو مناطق كثيرة جدا وشوارع كثيرة جدا ما كناش نتوقع ان هي توصل لهذه الدرجة من الحضارة، وليس فقط من عملية التنظيم. يمكن تغير وجه بعض المناطق بشكل حقيقي جدا. تغيرت بعض الشوارع بشكل كبير جدا، أصبحت المسألة مسألة بتعمل أو الدولة بتعمل في خطوط موازية في عملية التنمية على كل ربع مصر. يمكن أنا قلت قبل كده كذا مرة أن إحنا ما عادتش الدولة المصرية بتشتغل في منطقة واحدة أو بتتعامل على إظهار جهودها في منطقة واحدة، المشاريع بتتم على كل ربع مصر، بتجيبها من أسوان لغاية إسكندرية، من السلوم لغاية سيناء. ما فيش مكان او ما فيش كيلو متر مربع في مصر ما عدتش فيه معده بتشتغل في الحفر او البناء او التنميه، ما عدتش فيه عمليه تغافل وتكاسل عن مشروعات. يمكن الملحوظ مثلا في مشروع حياه كريمه ده، احنا بدانا بميزانيه 700 مليار جنيه، دلوقتي وصلنا لتريليون جنيه. ليه وصلنا لتريليون جنيه؟ لان المشروع لما بيدخل قريه دخل على هدف او على مخطط ان هو هيعمل بنيه تحتيه، صرف صحي، ومحطه ميه، ورصف طرق، فوجئ ان المنطقه ما فيهاش كهرباء فبيشتغل في الكهرباء، فيضاف مشروع جديد لهذا المشروع. نفس الامر لما بندخل فيه او الدوله بتدخل فيه تطوير مثل هذه الاحياء، لما بتلاقي الاحياء دي تغير وجهها الحضاري والعمراني، فانت بتبص عليها اصبحت لها قيمه اقتصاديه مختلفه. المتر الارض هناك بدل المكان على سبيل المثال يعني 1000 جنيه ممكن يوصل 2000 جنيه و3000 جنيه، وده في حد ذاته شيء مش وحش. يعني الناس ما تبصش على فكرة غلو أسعار قيمة الأرض وقيمة العقار إن هي حاجة مضرة، بل بالعكس حاجة مهمة جدا وقيمة اقتصادية كبيرة للدولة وللمواطن وللمنطقة اللي الناس عايشة فيها، ودي هتفرض علينا ثقافات جديدة وثقافات مختلفة. حقيقي إن احنا نحافظ على الشوارع دي، إن احنا نلفظ كل السلوكيات اللي بتعيبنا، اللي هي ترمي الزبالة في الشارع، ما تهتمش بالمرافق، تبقى منتمي لهذا الوطن من خلال محافظتك على كل
مقدراته كل الخدمات اللي الدولة تعملها، ما تستهترش بحد بيبوظ في أي مرفق من المرافق من غير ما تنهره أو تمنعه من هذا الفعل المشين. نرتقي بالمنطقة الموجودين فيها، يعني دي حقيقة. بالضبط. يعني احنا مثلا بنبص على تجارب قديمة، مثلا زي تجربة اللي هو عادل لبيب في جنة، فبنبص ان في ثقافة تغيرت في الشعب هناك. الشعب القنائي ما أصبحش بعد التطوير اللي حصل زي ما قبل. دلوقتي احنا بنشوف التطوير اللي حصل في جنة، وكنا شايفينه رمز مش عارف يتكرر خلال 30 سنة، أصبحت المسألة منبسطة على كل المناطق وفي كل الأحياء وفي كل القرى. وبدأنا نشوف زي ما قلت لحضرتك، العملية مش مقتصرة بس على التنظيم العمراني فقط، أصبح في تغيير حضاري حقيقي حاصل على الأرض. أصبحت الكباري مثلا كنموذج وكمثال، ما أصبحش تحت الكباري ده مجالب زبالة ولا مأوى للمشردين ولا ده، احنا بنشوف تحتها بيجي محلات وصناعة اقتصاد تحت الكباري. فبدأت الدولة تستغل كل شبر أرض في مصر من مرافقها، إزاي يعود بقيمة اقتصادية على هذه البلد، إزاي أفتح بيه فرصة عمل للشباب. أنت كل الكباري اللي تحتيها محلات أو تحتيها كافيهات أو تحتيها أي مكان بيقدم خدمة، كل اللي واقفين فيه شباب، فبالتالي أنت يعني أصبحتي بتعملي منظومة متكاملة. تنظف المكان، تطور عمرانيا، تم تنظيمه، خلق فرص عمل من خلال بعض المشروعات، واللي هي أبسط حاجة فيها زي ما بقول حضرتك المحلات اللي هتعملت تحت الكباري، الجنان اللي اتطورت وأصبحت برضو فيها مشروعات، شوارع معينة اتطورت وأصبحت فيها مشروعات. فبالتالي يمكن منطقة القاهرة أو بعض الأحياء اللي موجودة في الإسكندرية الدولة بدأت تدخلها، بدأت تعيد تطويرها. يمكن الناس تقول هي المنطقة دي محتاجة صرف صحي ومحتاجة مية، أيوة محتاجة رفع كفاءة للصرف الصحي ورفع كفاءة للمية. ليه؟ لأن احنا لو بصينا على المنطقة دي آخر صرف صحي تم فيها من كام سنة مثلا، ممكن تلاقيه من 50 سنة، من 60 سنة. من 60 سنة المنطقة دي كان ساكن فيها كم واحد؟ كان ساكن فيها 50,000. دلوقتي ساكن فيها كام؟ ساكن فيها مثلا 300 أو 400 ألف. فبالتالي خط المية اللي راكب للمنطقة دي أو شبكة الصرف الصحي اللي راكبة في المنطقة دي محتاجة تطوير ومحتاجة رفع كفاءة. فالدولة بدأت تشتغل بمنظور أو بمنطق إن كل الخدمات توفر وتطور وترفع كفاءتها بما يؤهل الحياة لتكون إن هي مستقيمة ما فيهاش مشاكل. صحيح. حقيقي بقينا حاسين بأدمية في الحياة اللي احنا عايشينها. بالظبط. بالظبط. طيب يعني ممكن ما كناش بنتوقع بعض المناطق ان يتم تطويرها بهذه الطريقة، او القيمة الاقتصادية والقيمة الحضارية والجمالية ترتفع بها لهذه الدرجة يعني. صحيح. طيب خليني اروح مع حضرتك لمنشط اخر معانا خاص بنشاط دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعقده لاجتماع ضم المهندس طارق المولى وزير البترول والثروه المعدنيه، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، واحمد كوجك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه لمتابعه اجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البتروليه. وأكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارتي البترول والمالية من أجل العمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية، وده لتلبية احتياجات السوق المحلية خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية. من جانبه استعرض وزير البترول جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه يتم العمل وفق منظومة متكاملة بتستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، وده لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية. كمان فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي للقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية. نتكلم مع حضرتك يا أستاذ محمود يعني بشكل تفصيلي عن هذا اللقاء ومتابعة رئيس الوزراء مع طبعا وزيري البترول والمالية إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية. خلينا نبدأ معاك من الفقرة قبل الأخيرة في الخبر اللي هي بتتكلم على الحد من فاتورة
القيمه الاستراتيجيه للمواد البتروليه. يمكن احنا في بيان الحكومه الاخير اللي القاه الدكتور مصطفى مدبولي في البرلمان او في مجلس النواب كان بيتكلم ان احنا في 2023 هنوقف استيراد البترول من الخارج وهنبقى عندنا عمليه اكتفاء، وده الهدف اللي الدوله بتسعى ليه. يمكن الاجتماع ده مختص ان احنا خلال الفتره المقبله بنتكلم عن السياسات الماليه اللي خاصه بتوفير العمله الصعبه لعمليه الاستيراد. عارفه حضرتك ان احنا خلال ابريل الماضي يمكن بلغت فاتوره الاستيراد المواد البتروليه 365.5 مليون دولار. الرقم ده لو قسناه بالرقم للعام السابق لي هنلاقي ان هو كان 659.9 مليون دولار، يعني حصل وفره 44% من فاتوره الاستيراد الضريبيه البتروليه اللي كنا بنستورد بيها. ويمكن ده هدف الدوله. يمكن احنا خلال الفتره اللي فاتت او خلال 7 سنين ماضيه يمكن احنا تقدمنا في ملف الطاقه النظيفه بشكل كبير جدا. بدانا نتكلم على استغلال الكهرباء واستغلال الغاز الطبيعي واستبدالهم بالمواد البتروليه في قطاع السيارات مثلا، وبدانا نشوف بنزينات حصل فيها وحده شحن كهربائي، واي نعم لسه ما انتشرتش ولكن يعني ده هدف مستقبلي لينا. ده في الاول وفي الاخر الهدف الرئيسي منه ايه؟ ان انا اكتفي ذاتيا من المواد البتروليه واكتفي بما انتجه واقلل الفاتوره الاستيراديه الخاصه باستيراد البترول. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا سنه 2021 كنا بنستورد مواد بتروليه ب 659 مليون دولار. سنه ابريل 2022 الفاتوره دي نزلت وصلت 365 مليون دولار، يعني احنا وفرنا 294.4 مليون دولار. فبالتالي يمكن الدولة بتسعى جاهدة في هذا القطاع أو في كل القطاعات. يعني احنا خلال الفترة اللي فاتت شايفين ان الدولة بقرارات ومشاريع بتحاول بقدر الإمكان ان هي تحد من الاستيراد، تعتمد على الخام والمنتج المحلي في قطاعات كثيرة وصناعات كثيرة وليس فقط في الانتاج البترولي. يمكن زي ما أشار وزير البترول ان احنا خلال التوسع في الاكتشافات سواء الاكتشافات البترولية أو اكتشافات الغاز أو عملية تسييل وتكرير البترول بنحاول فيها ان احنا نصل لعملية الاكتفاء الذاتي لاكتفاء نهائي من عملية الاستيراد أي مواد بترولية مرة أخرى. نعم، احنا لسه في الإطار الاقتصادي زي ما بتكلم مع حضرتك، وكمان في منشات خاص برئيس الوزراء ويتابع جهود صندوق مصر السيادي في الترويج لفرص الاستثمار ببعض القطاعات. تفاصيل الخبر بتقول: تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة في السوق المصرية حول العالم، وده كان بحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعديد من السادة المسؤولين. وأشار سفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول استعراض جهود صندوق مصر السيادي في الترويج للفرص الاستثمارية حول العالم وتقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة التي تعمل أو يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع استعرض قيم الحصص المقرر طرحها في مجموعة من الشركات بعدة قطاعات، مضيفا أن الاجتماع شهد عرض البرنامج الزمني لطرح محطات تحلية مياه البحر، كمان متابعة تنفيذ الاستثمارات المرتقبة في مجال الهيدروجين الأخضر، وده طبعا في إطار ما تم توقيعه من اتفاقيات إطارية على هامش انعقاد قمة المناخ كوب 27. رؤية حضرتك كمان يا أستاذ محمود طبعا لهذا الاجتماع ومتابعة جهود صندوق مصر السيادي. بص، يمكن العالم كله ده طبعا دلوقتي بيتكلم على الأزمات الاقتصادية والآثار الصعبة للعالم، ما زال ما خرجش منها من جائحة كورونا وبعدها حرب روسيا أوكرانيا، ومع ذلك أقدر أقول لك إن ما زالت مصر هي الأقل في تكلفة أي استثمار ممكن أي مستثمر أجنبي ممكن يقيمه في أي دولة كان. يمكن مصر خلال السنوات الماضية قطعت شوط كبير جدا في تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل كبير. يمكن أصبح الاقتصاد عندنا، إحنا طبعا بنتعامل بمنطق الاقتصاد الحر، ولكن
يمكن خلال الفترة اللي فاتت دي وكانت عندنا مشاكل كثيرة جدا فيما يخص الاقتصاد، وكانت أولها ملف الطاقة، والحمد لله الدولة استطاعت إن هي تحول ملف الطاقة ده من أزمة الاقتصاد والاستثمار. كانت عندنا أزمة في الروتين، وبدأنا نتكلم على الشباك الواحد وقانون الاستثمار الموحد. ويمكن خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال مصر بمرور 100 عام في اتحاد الصناعات، أصدر قرار بمنح الرخصة الذهبية لأي مستثمر عايز يجي يقيم استثمار، وتدي له فرصة 3 شهور وحتى يقيم استثمار أو يبدأ يخلص إجراءاته. فبالتالي أصبحت الدولة، يعني يمكن الرئيس كان في الاجتماع بيتكلم بمنطق أنه لو أي حد عايز حاجة أو مسؤول خايف يمضي له على ورقة تخص إقامة أي استثمار يجيني. فبالتالي أنت عندك إرادة سياسية أو إرادة قوية من القيادة السياسية لتنفيذ هذا الملف. ويمكن صندوق مصر السيادي له دور مهم جدا في عملية الترويج لهذه الاستثمارات، خاصة زي ما قلت لك البيئة كلها أصبحت مهيئة. يمكن كانت وزارة الصناعة من سنتين أطلقت موقع على شبكة الإنترنت، الموقع ده بيوضح خريطة الاستثمار في مصر، بيوضح خريطة المناطق الصناعية الموجودة والفرص المتاحة في كل محافظة والإمكانيات المتاحة في كل محافظة. عارف حضرتك الموقع ده تحديدا يوفر من مجهود من دراسات الجدوى وتكلفة دراسات الجدوى حجم كبير جدا، لأن بيأهلك أو بيديك جغرافية واقتصاد ومسح شامل للبيئة الاستثمارية والفرصة اللي موجودة مثلا في محافظة سوهاج أو المناطق الصناعية اللي موجودة في المنيا أو المناطق الصناعية اللي موجودة في بني سويف أو الفيوم أو غيره أو اسكندرية أو غيره من المحافظات. فبالتالي يمكن عملية التسويق والترويج هي الهدف الحالي، خاصة زي ما قلت لك كل البيئة مهيئة، أصبح اقتصادنا واضح، أصبحت رؤيتنا السياسية واضحة، أصبح لدينا دستور اقتصادي يعني ما فيهوش أي غموض. بدأنا نتعامل على حرية تداول السلع في عملية التسعير، ما فيش أزمة فيما يخص سعر الدولار، أصبح سعر الدولار محرر. فبالتالي أنت بدأت تلتحمي باقتصاديات العالم وبالدول الاقتصادية الكبرى في قراراتها وفي تنظيم أجندتها الاقتصادية، وخاصة أن أنت برضو في نفس الوقت مجالات التنمية عندك متصارعة. يمكن المشروعات اللي اتعملت خلال الفترة اللي فاتت وأولها المشاريع اللي تخص الطرق والمحاور دي كانت نقطة أساسية في تهيئة البيئة الاستثمارية، خاصة أن احنا في مجال الطرق والكباري قفزنا 94 مرتبة في جودة وسلامة الطرق العالمية، وده في حد ذاته كان إنجاز كبير جدا لدفع وتحفيز المستثمرين على الحضور، خاصة أن احنا ما قبل، يعني أنا أتذكر دراسة كانت عاملها شركة أجنبية أو شركة يابانية تحديدا سنة 2006 أن مصر في 2020 هتبقى جراش عربيات قياسا على القوى الشرائية للعربيات للمصريين للعربيات، وفي نفس الوقت مفيش توسع في إنشاء طرق أو محاور جديدة. فكانت خلال السنوات الماضية لو ما تحققتش هذه المشروعات بالزبط. كان الواحد زي ما الدراسة بتوصف ان المواطن هينزل يشغل العربية مش هيتحرك بيها تاني. فكل هذه الأمور تساعد وتساهم في دفع وتحفيز الاستثمار في مصر. نعم. طيب خليني أختم مع حضرتك آخر منشطتنا طبعا بخبر خارجي. مجلس الأمن الروسي بيقول الغرب يكثف محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية. قال مجلس الأمن الروسي إن الغرب يكثف محاولات التدخل في الشؤون الروسية الداخلية على خلفية العملية العسكرية الخاصة. وأضاف مجلس الأمن الروسي في اجتماع إنه تم رصد محاولات من عدد من الدول الأجنبية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في روسيا عن طريق تكثيف الأنشطة غير القانونية للمنظمات القومية المتطرفة. وركز خبراء المجلس في اجتماعهم على ضرورة تحسين الخدمات الخاصة التي تضمن أمن الدولة، إضافة إلى الحاجة إلى منع التلاعب بالأمن العام واستخدام تكنولوجيا المعلومات لنشر معلومات كاذبة وتشويه البيانات الموضوعية حول مسار العملية العسكرية. رؤية حضرتك طبعا أستاذ محمود لا يعني تصريح مجلس الأمن الروسي. والله التصريح ده بيترجم فكرة الحرب الغير مباشرة ما بين روسيا وما بين الغرب وأمريكا. يمكن احنا شايفين
الحرب المعلنة اللي هي روسيا وأوكرانيا، ولكن الحرب الأساسية أو المقاومة الأساسية هي تشاحن وتشاجر روسيا والاتحاد الأوروبي أو الغرب وأمريكا على النفوذ العالمي أو على تقسيم القوى الدولة أو القوى العالمية من جديد. يمكن خلال الفترة الماضية يمكن طبعا لا أحد يرغب في مسألة استمرار الحرب، يمكن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يمكن تأثر بها العالم كله وتأثر والتأثيرات جميعها بالسلب، ما فيش أي تأثير إيجابي على أي دولة في العالم جراء حرب روسيا، ولكن حرب روسيا على أوكرانيا، ولكن يمكن الصراع ما بين روسيا وما بين الغرب لن يتوقف. يمكن روسيا بتلوح دائما بسلاح الطاقة، ويمكن بدأت المسألة في الغرب بتظهر جالية خلال الفترة الماضية منذ دخول الشتاء. يمكن بدأت يعني ليه أصدقاء مثلا عايشين في بريطانيا بدأوا يعانوا جدا من الارتفاع الباهظ في فاتورة الغاز، لأن طبعا تعرف حضرتك بسبب برودة الجو هناك ما فيش بيت هناك ما فيهوش تدفئة، والتدفئة قايمة على الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي بتاعهم جاي من روسيا، وبالتالي أصبحت الطاقة بالنسبة لروسيا سلاح بيهدد الغرب. ويمكن ده في حد ذاته برضو لو هنيجي نتكلم بمنطق إنساني، ويمكن إحنا ذقنا ويلات الحاجات دي من قبل وما شفناش دعم من أي دولة من الغرب، ولكن إنسانياً إحنا لا نقبل هذا. بالضبط. فبالتالي يعني الأمور ما زالت معقدة في الملف الروسي الغربي والملف الروسي الأمريكي، ويمكن خلال الفترة اللي فاتت أو الفترة المقبلة هتلاقي تصعيدات أكبر مما يحدث الآن. صحيح، إحنا زي ما حضرتك قلت إنسانياً بنتمنى أكيد السلامة لكل دول العالم. بشكر حضرتك جداً أستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي على تحليل حضرتك الصحفي لأكثر من رائع. شكراً لحضرتك أستاذ محمود. شكرا لك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن المشاعر والانفعالات اللي بدون أسباب، ازاي نقدر نتحكم في نفسنا أكتر، مع دكتورة إيمان مرزوق متخصصة في إدارة الموارد البشرية وتطوير الذات، هتعرفنا أكتر خلال فقرتنا اللي جاية عبر ماسنجر. خليكم معنا.